كانوا زمان أهلينا بيحمروا لنا المحشي ده في سمنة أو زيت، وفي ناس بتحمره قبل ما يتحشي، يعني البتنجان بعد ما يتقور يبتدي ياخد لسعة كده في الزيت أو في السمنة قبل ما يتحشي، بيبقى طعمه حلو جدا. أنا هنا حشيت الفلفل والبتنجان، ده اسم بتنجان مخدد أو خد الجميل اللي هو لونه موف شوية فبيض ده، وبعد كده رحت حشيه الخلطة بتاعت المحشي اللي هي فيها كزبرة وشبت، وما حطيتش بقدونس طبعا، حطيت صلصة والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وشطة، وبعد كده رحت حشيه واستوى خالص في الحلة وحمرته هو والفلفل في معلقة سمنة بلدي. بصراحة الطبق ده بيخطف قلبي، خصوصا بقى لو معاه فراخ بلدي محمرة، حتتين لحمة محمرين، بطاية كبيرة متحمرة في الفرن بالقشطة أو بالمرتة. يا جماعة الأكل البلدي اللي علمونا أهالينا عليه طعمه خرافة. ده شكل المحشي بعد ما اتحمر بسمنة بلدي. طبعا ده كان اوردر من الاوردرات اللي احنا بنطلعها عندنا في شيف هاني رفعت، تمام، وكان معاه طبعا فراخ محمرة بلدي، وكان في اوردر تاني معاه بط. فانا اتمنى تجربوا موضوع المحشي المحمر ده لانه طعمه خرافة وهيفرق معاكم جدا. اهم حاجة ما تكتروش البهارات عشان ما تضيعوش طعم المحشي الاصلي بتاع زمان، الملح والفلفل والبابريكا، وبالهنا والشفا.